قالوا ربما قبضك ليبسطك وربما بسطك ليقبضك. أحيانا أنت بتقعد بالذكر وبالعبادة ما عم تشعر قبض، صلك قاعد ساعة ساعتين تذكر الله، أحيانا أخيك بيحيي ليلة الجمعة ساعتين ثلاثة ذكر وأوراد وصلوات، يقول لك ما شعرت شيء في هذه الليلة، هذا عطاء، القبض عطاء. وأحيانا صلي ركعتين سبحان الله تهطل عيناه ويخشع قلبه ويرق قلبه ويقشعر بدنه، كمان هذا عطاء. والقاسم والمعطي، المعطي هو الله عز وجل، إذا أعطاك في البسط فرضة وإذا أعطاك في القبض فرضة. أحيانا اثنين محلين بيفتحوا جنب بعضهم البعض، نفس المواصفات ونفس الإتقان ونفس المهارة ونفس المقدمات، سبحان الله هذا المحل ما شاء الله لا يهدأ، وهذا المحل يعني رزقتك بلقمتك، أنت بتقدر أكثر من هيك تجتهد؟ لا خلص احمد الله عز وجل، أنت الآن هلأ مقام الرضا أنه من قلبك أنا راضي يا رب، بسعى بيدي أكثر هيك ما عاد أقدر، خلص كن في رضا كن في طمأنينة. هذا الشيء الذي منعك الله إياه هو عين العطاء. شو صغيرك عم يشتغل صح، ما عم يهدى بزباين، بس بيقول لك يا أخي الله وكيلك أولادي ما عم شوفهم، والله مرتي ما عم شوفها مثل العالم، لك بدي بس هيك ارتاح لي يوم، والله ما عم بقدر. يعني خطيه هو مبسوط في مكان مقبوض في مكان آخر، وأنت مبسوط في مكان مقبوض في مكان آخر. ارضى عن الله عز وجل.